يقول: هل الجلوس إلى أن يصلي المرأة إلى أن يصلي المرء ركعتي الشروق أفضل أم قيام الليل؟ كل فيه فضل، يقوم الليل ويجلس بعد صلاة الفجر إذا كان يريد زيادة الأجر وزيادة الخير، يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين، ويضيف هذا إلى قيام الليل، هو بحاجة إلى كثرة الأجر، ما يقول أنا قمت بالليل ويكفي، بل يزيد على ذلك بعمل السنة أيضا بعد صلاة الفجر زيادة خير. نعم.